اوكي جو جو، عندي درع وهاي حلو. هذا المود، المود مال هايست، لازم 3 جنود. بعدين نقول لهم اهربوا حبيب. يلا هاي يعني الفلوس اللي مجمعها انا بحاول ياتي. مجرد يقتل يوقف باعوا باق هاك خلاص، باع الفلوس دي فوق دزيد هذا السهم صار 32. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلون هو الشباب؟ وياكم علي العراق، واليوم لعبة جديدة. ستقولون علام مختفي ليش ولا تنشر؟ انا قلت لكم انه راح انشر بالاسبوع او اسبوعين فيديو فيديوين حسب الجديد والمهم. زائد انا هسه بمشروع حاليا، فدا اشتغل بمشروع، يعني مشروع شخصي اشتغل منه وانشر بالقناة. فالقناة يعني حتركها شهر، فراح اكون بين شغلي وبين القناة لحد ما لحد ما تفرج شوية رايك هايست. طبعا الاستوديو مالته هندي، الاسم هنا لي فوق، تقدرون تفوتون على الاسم تغيرون، والعلامة هم المفروض تقدر تغيرها هنا هاي. والله حلوة. اوكي، فالمودات اللي بيها شنو؟ الهايست مود اللي هو مال الجنطة، تاخذ الجنات 5 ضد 5، البرو الواحد ضد 9، يمكن واحد ضد الاخ احتمال. البلايرز فيرسس اول 5 ضد 5، وعندك الجان وور، الجان اللي هي مال الاسلحة هاي. ناخذ الهايست مود، طبعا هاي مالت الواجهة، بيها البتل باس، كلش حلوة اللعبة. الشغلات اللي بيها، الاضافات، الحركات، الالوان، يعني حلوه اللعبه، لها مستقبل. هي بعد هاي البدايه مال اللعبه، فحاليا اللعبه ما بيها باتل رويال. اللي يقول لكم هاي باتل رويال، لا ما بيها، تحسها ماخوذه من العاب ووش دوك وغيرها. طبعا موجوده منها نسخه على البي سي، البي سي مالتها كلش حلوه، فمن قالوا راح تنزل على الموبايل قلت يعني معقول هاي اللعبه حتكون هيك قويه؟ فجربتها لا بأس بيها، اللعبة يعني جيدة. هنا شنو صندوق؟ اوكي. نو نو نو، ما عندي ما عندي. اوبن اوبن، طبيت على ابو الجوار، اعطوني شخصية سلاح. يلا خوش عليك، هاي درو هاي سوالف، هسه نجربها. المهم هاي اللعبة حاليا ما بها باتل رويال، بها رومات تقدر تسوي روم وتنضم ويا اصدقاء، تقدر تسوي بها تشات صوتي، كلش حلوة. اوكي ناخذ جيم بلاي الهايست بلاي فايند، تقدر تلعب ويا الاصدقاء. طبعا الاستوديو مال اللعبه هو هندي، اللعبه صار لها يوم نازله، بس يعني دا تاخر بالنشر، تعرفون عندي ظروف خاصه ومشروع دا اشتغل بيه، ف حاليا ما راح اقدر انشر كل يوم. ودي تشوفون كل اسبوع يمكن انشر حلقه لو حلقتين. اذا ماكو مباريات قول له مره ثانيه، قول له ريدي بقى الصوره مالتي. يقول لك 3 باكج تو وين، لازم اسرق 3 جنط من هاي السياره، كل واحد يشيل جنطه من جماعتنا نفوز. اوكي طبعا هاي اللعبه منظور الشخص الثالث، كلش حلوه حلوه. حاليا احنا 5، هاي السياره لازم نروح لها. الرمي التلقائي هسه بعدين اسوي. اوكي الانمي اخذ حقيبه ذوله، قاعد بالاليه. اوه قتلنا هاي الجنطه الاولى، خذ علاوي، وقف وقف وقف، هاي وحده. فأنا قلت لكم نسخة البي سي كلش قوية، هي عبارة عن حرامية، شرطة حرامية كأنه، بس هي مجرد حرامية. شوي حركة اللاعب مو قوية، لأن اللعبة بعدها بالبداية. أوه يضرب سكين من قريب. قتلته بالرشاشة. الرمي التلقائي هذا واحد. لا، شوي إذا تشوفون عبارك بها رشفة اللعبة، هاي الحركة مال اللاعب ما أعرف ليش. طبعا هنا تقدر تنزل وين ما تريد، أنا أنزل هنا بالنص. ف
فالنزل مالتها مثل باتل فيلد حلوه يعني، وين ما تريد تنزل تنزل، وهي تشبه العاب كاونتر همين. هاي الجنطه مالتي ما اخذوها حلو، بس احنا لازم الثلاثه جنط. هذا شال جنطه لو لا؟ هاي الجنطه لازم واحد يجي ياخذها، ما اقدر اشيل بس واحده. بيركض جانبي هذي، لا يا اخي مدى يجون مدى يساندوني، لازم اروح على هاي السيارة مالتنا اوديهن. افلت حبيب يلا نا 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 منا تو باك تو باك، بقت وحده بقت وحده ونفوز. طبعا هذا الموت كلش حلو. ها بها مايك، الو الو جايز، كيف الحال يا ارمن؟ ايش اسمك؟ يوتيوبر انت؟ يوتيوبر. الباكج الثالث وين؟ او الباك العفو، يا باكج باك باك، يو ار يوتيوبرز جود جو. انزل انزل سوي اي from here. yes you got the bag take it to the G car. صار اربع مدش جيش قد كم كنت صار اربع صدق. هاي هنا اقدر اقفل وافتح. والله البارحة لعبت عبارة ثلاثة، هذا الخامس. سبع ثواني يلا شباب. اوكي نافذني، حتى لو ثلاثة اجيب او اثنين المهم احنا اعلى من الخصم الثاني خلال خمس دقائق او عشرة. احنا في زمان الحركات لازم واحد يتعلمها. هذا الفاز قاتل اكثر من واحد. ارماندر يوتي ارماندر يوتي حبيبي والله. اوكي طبعا هذا موديل هايست، واكو موديل فيرسس اول تلعب فري كانه فري فري فور اول، ومودات كلش حلوه بيها، بس باتل رويال ما بيها. اللي يقولكم بيها باتل رويال قولوا له هاني رمزي. اكو شيء اقدر اخذه؟ فلوس من هاي الالف الزرقاء، لازم اشتري من هاي الالف. ايش قد بيش؟ سبع ما ادري شنو، خلنا نشوف بيش. هاي في موسم لا بأس كبداية، بس بيها شخصيات و بها شخصيات بيها شغلات كلش حلوة. اويلي واش دوك كلهم لابسين اقلانين حرامية تعرفون بعد، بس حلوة شخصيات هاي اللعبة لها مستقبل حلو. البرول ما اعرف شنو هذا البلاير فيرسس هول، خل نشوف البرول على السريع وانهي الفيديو. كل واحد من ادهم هم يعني ضد الكل. جيت ذا لابتوب وهاك ترانسفور ماني و كيس ستيلر. هنا واحد ضد الاخ او واحد اني واحد ضدهم، هذا واحد هذا واحد. هاي الجنطة هي اخذتها. افلت، لا هذا الموت حلو حيصير، لازم اروح على مال الفلوس. لازم انا اقتل، بس هاي مبينة عندهم لو لا. افلت كواد وراي هنا، لازم هاك اسوي مال الفلوس. الموني راح يصير هاك، راح يتحول الي انا، دا احول هسه الموني، بس لازم انهزم ابو الحقيبة هذا. بس اللي يموت توقع من الحقيبة مو؟ اي مو مشكلة انا مايت هذا. نرجع للاعدادات، خل اسويها على السريع. الجرافيك هاي فيري هاي، عندك ال مش شادو الكنترول تقدر تسوي هنا مال طلق حتى تسوي اون اوف، رمي تلقائي هذا الاوتو فاير، وهنا عندك تقول سيف حتى تقدر ترمي براحتك بعد. بانا اكتني طبعا اسلحة هواي بيها مثل الشخصيات.
فاللعبة روعة، ما صار عندي مرة رمي أحسن، حتى أنا أرمي براحتي، أشوف الرمي التلقائي مو مضبوط بيها. بس أنا عندي 39 كي دولار، هاي يعني الفلوس اللي مجمعها أنا بحياتي. حلو، أنا أرمي أحسن، الرمي باليد أحسن من التلقائي. وين هذا؟ مجرد يقتل يوقف. باعو باك هاك، خلاص باع الفلوس دي فوق، دزيل هذا السهم صار 32، واللي جمع اكثر بين ما ينتهي الوقت راح يفوز. اقدر اركض بس قبل شوي ما صاحبي مركض، طبعا ما يبين انت شاري الجنطي، ما يبين لان هذا الداكتر ومن بين عندهم. فالمود هذا رهيب مال الفلوس، يمكن هذا الماب الصور دائما يطلع بهذا المود، لان شفت البيتا مالتها. فاوكي يا اصدقاء، وصلت الى نهايه الحلقه. رايك هايست الجديده من مطورين هنود، من مطور استوديو هندي انديا. اذا لا تنسوا باللايك واشتراك للمزيد. كان معكم علي العراقي وتحياتي. اتمنيت لو بيها منظور الشخص الاول كان شوي احلى.